السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء. في الفيديو ده هعرفك طريقة تشغيل ألعاب البي اس بي على هاتفك الأندرويد. ولكن أول حاجة لو أنت لسه مش عامل لايك اعمل لايك. فأول حاجة طبعا البي اس بي موجود مجانا على بلاي ستور. طبعا أنت بتخش على بلاي ستور كده أو متجر جوجل بلاي على حسب اسمه عندك، وبتكتب كده هنا البي اس بي وبيظهر لك كده على طول أول واحد. طبعا أنت بعد ما تحمله هتيجي تشغله. فيلا بينا نبدأه. وأول ما تيجي تشغل البرنامج بيشتغل معاك بنفس الواجهة دي. وهنا طبعا اول حاجه بيطلب منك انه هيعمل ملف للبي اس بي، فانت بتدوس على كلمه اوكي وبيبدا انه يقول لك اختار المكان اللي عايز تضيف فيه ملفات البي اس بي. طبعا انت مش عندك ملف اكيد، فانت هتدوس على كلمه كرييت وهتسمي الملف بي اس بي وهتدوس على كلمه دن، وبعد كده تختار كلمه يوز ذيس فولدر او استخدام هذا الملف، وهتدوس على كلمه الاو او سماح ان انت يعني بتوافق انك هتنشئ ملفات البي اس بي في الفولدر ده، وبعد كده هتدوس على كلمه اوكي. وبكل بساطه تظهر لك الواجهه تبع البي اس بي. هنيجي بقى نخرج من البي اس بي ونروح على تطبيق زيت ارشيفر لفك الضغط. طبعا التطبيق ده لو مش عندك فانت برضو بتحمله من جوجل بلاي او بلاي ستور. المهم ده كده المكان اللي انا عملت فيه الفولدر، فطبعا كده زي ما انتم شايفين الفولدر بتاع البي اس بي موجود اهو. انت بقى طبعا بكل بساطه هتيجي تاخد الالعاب بتاعتك، هتاخدها كده قط وهتروح عند البي اس بي وهتروح عند فولدر جيم وهتعمل لصق للملفات، فهتدوس على العلامه الزرقاء اللي تحت دي، وبكده بيتم نقل الالعاب بتاعتك الى فولدر جيم. وهنيجي بقى نخرج من زيت ارشيفر ونرجع الى البي اس بي، وهتدوس على كلمه براوزر دي وهتختار المكان برضو اللي هو اسمه جيم، وهتدوس على كلمه يوز ذيس فولدر اللي هو استخدام هذا الملف، وهتعمل له برضو كده الاو، وهتظهر معاك على طول الالعاب بدون اي مشكله. وطبعا لو انت حبيت انك تعمل اي حاجه في الاعدادات زي انك تظبط مثلا ازرار التحكم او جوده الالعاب، فانت بتظبطها من هنا. دي كده الجودة، لو انت حبيت تظبط الجودة بتظبطها من المكان ده. طبعا انا عن نفسي هخلي الجودة زي ما هي من غير ما هلعب في اي حاجة. وطبعا فول سكرين دي لو مش معمولة فعلها علشان طبعا تتأكد ان الالعاب شغالة بفول سكرين. ولو حبيت انك تخلي البرنامج باللغة العربية فهو البرنامج بيدعم اللغة العربية. بتروح عند كلمة سيستم وبتدوس على اول واحدة كلمة لانجويج، وبتلاقي كلمة اللغة العربية اول واحدة فبتدوس عليها وبيتحول البرنامج كله الى اللغة العربية. وبس كده هنيجي بقى حاليا كده نعمل رجوع علشان طبعا نجرب الالعاب. فتعال نجرب اول لعبه سوا. واول لعبه اخترت ان اجربها معاكم هي لعبه مشهوره جدا وهي لعبه جاد اوف وور. وطبعا زي ما انت شايف اللعبه بتشتغل معاك بدون اي مشكله نهائي. والجميل في البي اس بي انك مش محتاج اي جهاز قوي جدا علشان تقدر تشغل الالعاب. اي جهاز متوسط او ضعيف شويه هتقدر تشغل الالعاب، ولكن لو جهازك ضعيف شويه هتحتاج فقط انك تقلل شويه في الاعدادات، ولكن الالعاب شغاله وما فيهاش اي مشكله. وطبعا الزرار ده جميل جدا، لو دوست عليه كده وثبت اصبعي عليه بيبدا انه يسرع علشان يتخطى القصه. وبكده زي ما انتم شايفين اهو الجيم بلاي حاليا بيبدا. اللعبه طبعا هتشتغل بجوده جميله، ولو جهازك متوسط هيشغلها برضو بنفس الاداء بالظبط. وعموما بس كده، لو انت لسه مش عامل لايك اعمل لايك واشتراك وفعل زر التنبيهات علشان ما انزل اي فيديو جديد يوصلك اشعار ان نزلت فيديو جديد. وطبعا ما تنساش انك تنزل تكتب لي تعليق يحفزني في استمرار تنزيل الفيديوهات، او لو عندك اي استفسار اكتبه لي برضو في التعليقات. وأراك يا صديقي في فيديو قادم، وإلى اللقاء. جود باي. To the front of the ship!